بكم مشاهدينا، وهذه المتابعة الإخبارية الحية معكم على شاشة النيل ما بين استوديوهاتنا في القاهرة واستوديوهاتنا في شرم الشيخ، معكم على الهواء مباشرة حيث متابعة لأعمال القمة العربية التي افتتحت جلستها الأولى وتلتها جلسة الأعمال الأولى العلنية، حيث تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة الدورية للقمة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح خلال أعمال افتتاح القمة 26 في شرم الشيخ. هذا وقد بدأت القمة بمجموعة من الكلمات قام بها الزعباء ورؤساء العرب رئيس السيسي، وعقب تسلمه أعمال القمة ألقى كلمة الافتتاح لهذه القمة تلاه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وعدد من الزعماء ورؤساء العرب. عموما لمعرفة أهم النقاط التي أثيرت خلال الجلسة الافتتاحية للقمة 26 ينضم إلينا على الهواء مباشرة من شرم الشيخ الزميل علاء رشوان مراسل النيل. علاء، أهم النقاط التي أثيرت اليوم خلال افتتاح القمة 26؟ علاء هل طيب علاء ليس جاهزا الآن؟ أشرف، نحن نحاول مشاهدينا أن نكون معكم في هذه الفترة المفتوحة ونحدث نوع من أنواع التواصل بيننا وبين شرم الشيخ، لكن لحين جاهزية زملائنا هناك نتابع معكم أهم ما قيل في مستهل الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، حيث قال أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح إن الوضع في الوطن العربي يزداد سوءا وتدهورا، وذلك في ظل التصعيد في ليبيا والتدهور الأمني في اليمن. نستهل معكم هذه المتابعة بهذا التقرير. لظروف وتحديات جسيمة تسلمت مصر رئاسة القمة العربية في دورتها العادية 26 من الكويت رئيس الدورة السابقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقب تسلمه رئاسة القمة العربية من أمير الكويت الأمير صباح الأحمد جابر الصباح أكد في كلمته أن العالم العربي يواجه مخاطر لم يعهدها من قبل، يأتي على رأسها خطر الإرهاب. تحديا آخر لا يقل خطورة، لأنه يمس الأمن المباشر لكل مواطنيها، وهو الإرهاب والترويع الذي يمثل الأداة المثلى لهؤلاء الذين يروجون لأي فكر متطرف كي يهدم كيان الدولة ويعمل على تقويضها. الرئيس السيسي دعا خلال كلمته إلى تبني مشروع القرار المصري الذي أقره اجتماع وزراء الخارجية العرب بتأسيس قوة عربية مشتركة لمواجهة تنامي خطر ظاهرة الإرهاب، دون انتقاص من سيادة الدول الأعضاء في هذه القوة واتساقا مع مواثيق الجامعة العربية وكافة المعاهدات الدولية. اتخاذ إجراءات عملية جماعية ذات مغزى ومضمون حقيقي تتسق مع أهدافنا في الحفاظ على الهوية العربية وتدعيمها، وصد محاولات التدخل الخارجي في شؤوننا، وردع مساعي الأطراف الأخرى للمساس بسيادة الدول العربية الشقيقة وحياة مواطنيها. وأثق أننا جميعا وأمتنا العربية نعتقد أن ذلك الصد وهذا الردع هو حق لنا، هو دفاع عن أمننا دون تهديد لشقيق قريب أو لأي جار قريبا كان أو بعيد، هو درعا لأوطاننا ولأهلنا، وليس سيفا مسلطا على أحد إلا من يبادرنا بالعدوان. الرئيس أوضح أن التحرك العربي العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن كان ضروريا لحفظ أمن ووحدة وسلامة الشعب اليمني. كان محتما أن يكون هناك تحرك عربي حازم تشارك فيه مصر من خلال ائتلاف يجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وأطراف دولية بهدف الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ومصالح شعبه الشقيق ووحدته الوطنية وهويته العربية. الرئيس السيسي تطرق كذلك خلال كلمته إلى الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا والعراق ولبنان والصومال، وكذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح رئيس لحفظ أمن واستقرار المنطقة بأسرها. إن قلوبنا وعقولنا مفتوحة للسلام العادل والشامل الذي يحقق الأمن والسلام لكل الأطراف، والذي يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية من خلال مفاوضات جادة ومثمرة
على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. حق الشعوب العربية في التطلع لمستقبل أفضل حق أكد عليه الرئيس السيسي في ختام كلمته، مشيرا إلى أن هذا الحق يلقي بمسؤولية جسيمة على كاهل صانع القرار في العالم العربي. إن مستقبل هذه الأمة مرهون بما نتخذه من قرارات، والمطلوب منا كثير في هذا المنعطف التاريخي الهام، حيث تتزايد تطلعات الشعوب في تحقيق الرخاء وهو حق لها، وفي ذات الوقت الذي تتعاظم فيه التحديات، إنها مسؤولية جسيمة وأمانة ثقيلة. نرجو من الله العون في أدائها والنهوض بها، حتى لا نغدو يوما مجرد مجموعة من الدول تلتف حول تاريخ مجيد جمعها يوما في الماضي، لكنها عاجزة عن التأثير في حاضرها أو عن صناعة المستقبل. فأمتنا تستحق منا الكثير. اعتماد مشروع قرار تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة ظاهرة تنامي خطر الإرهاب اعتبره مراقبون دفعة جديدة للعمل العربي المشترك، ونجاحا مبكرا تحرزه الإدارة المصرية وهي تتسلم رئاسة القمة العربية في دورتها 26. من مقر انعقاد اجتماعات القمة العربية بمدينة شرم الشيخ، علاء رشوان، النيل. ويبقى متواصلا معنا علاء رشوان، ولكن هذه المرة على الهواء مباشرة من شرم الشيخ. إليك مباشرة علاء، وضعنا في أجواء الصورة لديك في هذه اللحظات. تحية لك زميلة إيمان، وتحية أيضا موصولة لمشاهدي النيل. رفعت القمة العربية في دورتها 26 اجتماعاتها وعلقت اجتماعاتها لحين انتهاء فترة الاستراحة، لتعود من جديد تجتمع في جلسة ثالثة في تمام الساعة 7:30، يستكمل خلالها القادة والزعماء العرب المشاركون في هذه القمة إلقاء كلماتهم. من المقرر غدا وطبقا لجدول أعمال القمة أن تستكمل كلمات وبيانات الزعماء والقادة المشاركون في هذه القمة في جلسة رابعة يعقبها جلسة أخيرة هي ختامية، سوف يلقي فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة ختامية، ويلقي فيها الأمين العام لجماعة الدول العربية بيانات التي وردت من بعض المؤسسات العالمية وبعض الجهات العالمية، وكذلك يعقبها كلمة لممثل المغرب سيد رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كرام بوصف بلده هي رئيسة الدورة القادمة، الدورة رقم 27. ويعقب هذه الجلسة الختامية مؤتمر صحفي عالمي يعقده وزير الخارجية سامح شكري بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي للإعلان عن أو تلاوة بيان القمة الصادر عن اجتماعات هذه القمة. ربما كما ورد في التقرير حازت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها في افتتاحية هذه الجلسة حازت تقديرا وتأييدا وترحيبا واسعا وسط الوفود العربية المشاركة لما احتوته من التأكيد على أهمية تفعيل آليات العمل العربي المشترك. قال الرئيس أن هذه القمة تأتي وسط تحديات غير مسبوقة، 70 عاما من العمل العربي المشترك لم يشهد العمل العربي المشترك تحديات مثل التي واجهها العالم العربي، وأكد على أن الأهم في كل هذه التحديات هو تنفيذ أو إيجاد آلية لتنفيذ خطة العمل العربي المشترك في الفترة القادمة. تحدث الرئيس عن كل التحديات التي تواجه المنطقة بدءا من التحديات الإرهابية وانتشار وتمدد خطر الجماعات الإرهابية، ومرورا بتردي الأوضاع في اليمن، وهو ما استدعى حسب قوله إلى تحرك عربي عسكري واسع وسريع وحازم لحفظ أمن وسلامة ووحدة الشعب اليمني. تحدث أيضا عن تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق ولبنان والصومال، وانتهاء بالقضية الفلسطينية، والتأكيد على أن سلام عادل وشامل وحل متوازن للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف هو مفتاح رئيسي لضمانة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن ليس فقط في المنطقة ولكن في ربوع العالم العربي. نستضيف الآن على الهواء مباشرة الكاتب والمحلل السياسي اللبناني عبد الوهاب بدر خان ليحدثنا أكثر عن الرسائل التي احتوتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق تحديدا بالشأن اللبناني. بنرحب بسيادتك يا أستاذ عبد الوهاب. يعني بما أن حضرتك تمثل الصوت اللبناني، كيف تقرأ رسائل السيد الرئيس فيما يتعلق بدعوته وتأييده للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لانتخاب رئيس لبناني الفترة المقبلة؟ نعم، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي لمس قلب أو محور الأزمة اللبنانية، وهي أزمة سياسية ولكنها يعني مرتبطة بالتعقيدات الإقليمية، ولا سيما بالتدخل الإيراني في لبنان من خلال حزب الله، ودعوته إلى إنهاء هذا الفراغ في منصب الرئاسة هي دعوة متعقلة وفعلا
هي قلب المشكلة حاليا في لبنان. أن يصدر هذا الصوت من مصر ومن القمة العربية فهذا مهم جدا بالنسبة إلى لبنان وحكومته. ليس بعيدا عن الشأن اللبناني أتحدث عن الشأن السوري، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقن دماء الشعب السوري ووقف معاناة الشعب السوري التي امتدت لخمس سنوات، وقال إن القاهرة تبذل جهدا واسعا من خلال استضافة مؤتمرات واجتماعات المعارضة السورية بكل أطيافها، ربما آخر اجتماع المقبل في الشهر المقبل. كيف ترى دعوة الرئيس السيسي لحقن دماء الشعب السوري وإيجاد حل سياسي لا يتعارض مع الجهود الدولية المبذولة في هذا السياق؟ نعم، المبادئ التي تقوم عليها السياسة المصرية بالنسبة للأزمة السورية هي مبادئ صحيحة وصائبة، وبالفعل أنها هي حاليا مطلوبة خصوصا للبحث عن حل سياسي. المطلوب أكثر من ذلك، المطلوب مبادرة من مصر، لأن مصر قادرة على أن تبادر ولديها اتصالات جيدة مع روسيا، ولديها أيضا اتصالات مع النظام السوري، وبالتالي بهذه الصفة أي أنها تستطيع أن تتحدث مع دولة كبرى لها علاقة بالأزمة، وتستطيع أن تتحدث مع الطرفين المعارضة والنظام، فهذا يعطيها مجال لأن تكون هي مبادرة في الحال. سؤال أخير حول ما يتعلق بتأسيس قوة عربية مشتركة، الرئيس السيسي قطع الطريق على كل المشككين في فعالية ونجاعة هذه القوة بقوله أنها لا تتعارض مع مواثيق الجمال العربية أو المواثيق الدولية أو حتى لا تنتقص من سيادة الدول. كيف ترى التأييد العربي الواسع داخل اجتماعات وزراء الخارجية العرب واجتماعات القادة العرب لهذا الطرح المصري؟ نعم، يعني لا شك بأن القمة ستقر الفكرة وسيكون هناك قرار بإنشاء هذه القوة العربية، وقد شرح الرئيس المصري كل المهمات وكل الأمال المعقودة على مثل هذه القوة، وهي أيضا يعني تستند حاليا إلى التحالف الذي نشأ من أجل اليمن، هي نوع من إرهاص للقوى العربية المشتركة. شكرا جزيلا أستاذ عبد الوهاب بدرخان كاتب والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا. شكرا. ضيفا كريما على شاشة نيل الأخبار. الزميلة إيمان، كما تابعنا يعني هذا جزء من بعض المحللين والسياسيين الذين يعني اهتموا وتابعوا كلمة الرئيس السيسي باهتمام بالغ، وربما البعض منهم عبر عن أن الكلمة الختامية التي من المقرر أن يلقيها غدا الرئيس السيسي ستحتوي أيضا على الكثير من تأكيد على أهمية العمل العربي المشترك، وقبل هذا التأكيد على إيجاد آليات لتفعيل هذا العمل العربي المشترك. نعم، أشكرك جزيلا على هذه المتابعة، لك ولضيفك الكريم علاء رشوان على الهواء مباشرة من شرم الشيخ. أعزائنا مشاهدينا، في متابعة أهم فعاليات افتتاح القمة العربية 26 في شرم الشيخ، وينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون العربية. مرحبا بك سيادة السفير، وأهم النقاط التي لاحظتها من خلال كلمات الزعماء والرؤساء العرب اليوم في افتتاح القمة. سعادة السفير أحمد القويسني، إذا كنت معنا وسمعت السؤال أعيده عليك مرة أخرى، أهم النقاط التي لمستها من خلال الكلمات التي ألقيت اليوم في افتتاح القمة العربية؟ ما قيل على لسان الزعماء والملوك العرب والرؤساء العرب كان تشخيص واقع الحال لوجهة نظرهم مما يحدث، سواء عرض على مما يحدث يعني مما عرض على القمة من جدول أعمال من موضوعات يعني، وتحديد مواقفهم في المسائل السياسية الخاصة بالعالم العربي والعالم الكبير الذي ننتمي إليه. يعني العرض بتاع الرئيس الفلسطيني شخص موقع القضية الفلسطينية الآن، ما سمعناه من بقية الرؤساء في مشتركة العديد من القضايا الأخرى، الوضع في سوريا، ويعني أهمية ألا تترك سوريا بهذا الشكل في مسلسل لا ينتهي من القتل، ما يحدث في العراق واليمن، اليمن هو المسيطر على الصورة الآن. الرئيس الفلسطيني وليبيا أيضا، لا ننسى ليبيا والإرهاب. بالطبع يعني النقاط الرئيسية تركزت حول اليمن، سوريا، العراق،
فلسطين ليبيا. الرئيس الفلسطيني كان له مطالبة هامة للدول العربية بالوقوف أمام مشروع قال إن إسرائيل تعتزم أو تنتوي أن تبدأه خلال فترة قريبة، وهو إعلان غزة دولة فلسطينية مستقلة والضفة الغربية تحت حكم ذاتي تحت الاحتلال الإسرائيلي. كيف ترى يعني أنا لا أعتقد يعني أن أهل غزة أو الحماس الفصيلة المسيطرة على غزة هم من السذاجة إلى هذا الحد أن يقبلوا أو يتسيروا مع مخطط إسرائيلي يعني طرح قبل هذا بعدة سنوات من ضمن تسكين وتدجين القضية والحقوق الفلسطينية. لا أعتقد أن أي حد عنده ذرة وطنية أن يعني تنشأ دولة في غزة، يعني هذا غير مقبول وغير متصور. ومع هذا إذا عزمت إسرائيل على هذا الطرح أو هذا الاتجاه سيتصدى العالم العربي لها طبعا. نعم بالتأكيد. يعني سيادة السفير أحمد القوسني مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون العربية، شكرا جزيلا لك. وننتقل بالمتابعة إلى دكتور محمد عبد الله زلفى عضو مجلس الشورى السعودي الأسبق. دكتور محمد عبد الله زلفى، يعني صيانة الأمن القومي العربي يستطيع أن يكون عنوانا لهذه القمة، إلى أي مدى قامت كلمات القادة العرب بإيصال هذه الرسالة بشكل واضح إلى العالم؟ صحيح، هذه القمة تعتبر واحدة من القمم العربية المفصلية في تاريخ هذه الأمة. يشعر كل عربي في كل مكان أنه أمام منعطف مهم جدا في تاريخ أمة العربية والحفاظ على أمننا القوم العربي الذي اهتزت بكل أسف مكانته نتيجة تدخلات أقليمية ومحاولة إضعاف الجسد العربي إلى أبعد حد. اليوم العرب يلتقون وقلوبهم متحدة كما أن عقولهم مفكرة في قضاياهم العربية، يلتقون على أرض الكنانة، مصر العروبة، مصر التي لا تستغني عنها الأمة العربية. بكل أسف هناك قوى أقليمية وأشقياء في هذه المنطقة العربية حاولوا أن يلحقوا الأذى بمصر، حاولوا أن يلحقوا أن يهمشوا دور مصر، ولكن مصر دائما هي دائما الشامخة مهما كانت الظروف، وقوتها مستمدة من قوة أخوتها العرب. المملكة العربية السعودية ومعها شقيقاتها في الخليج وقفوا إلى جانب مصر لأنهم يعرفون يقفوا مع من، يقفون في صف عربي قوي في مجابهة التحديات وما أكثر تلك التحديات. الموقف في اليمن هذا موقف يعني تطبيق عملي للموقف العربي الموحد وعدم الانقياع أو السماع لأولئك أصحاب الأصوات النشان الذين يقولون إن العرب وإن العرب وإن العرب. نعم نحن عرب ونعتز بعروبتنا وسندافع عنها وسنحميها من التدخل الفارسي أو التدخل التركي أو التدخل الإسرائيلي الخطير المحيط بنا يريد أن يضعفنا. اليوم العرب يتحدثون لغة عربية واضحة من أرض عربية، هي أيضا لغة فعالة على أرض الواقع برد عملي قبل حتى انعقاد القمة بعاصفة الحزم، ربما تترجم ما تتفضل بذكره سيد عبد الله زلفى، لكن تعتقد أنه هذا الموقف العربي الحاسم الذي سبق انعقاد القمة كفيل بإيصال الرسالة بشكل أوضح أن العرب مستعدون ليقفوا أمام إرساء وحداتهم وصفهم أمام مخاطر الإرهاب ومخاطر التفتيت ليس فقط في اليمن وإنما في المنطقة العربية برمتها؟ هذا صحيح. العرب الآن تنبهوا إلى أنهم أمة حية ويملكون كل مقومات القوة، لديهم إمكانات مادية لا تتوفر لكثير من بلدان العالم، لديهم قوة بشرية، لديهم تاريخ، لديهم حضارة، لديهم قيم. هذه المقومات تجعلهم اليوم يعتزون بأنهم يملكونها ويستطيعون يترجمونها إلى واقع عملي في مجابهة التحديات، سواء كان التحدي الخارجي أو التحدي الداخلي
المتمثل في الإرهاب الذي نابع من الجهل والتجهيل وتهميش الإنسان العربي وإضعافه. الإرهاب يا سيدتي هو فعلا عافة وكأنه مسلط على أمة العرب لوحدهم. فككوا أمة العرب باسم الإرهاب. سوريا انظري ماذا يحدث فيها، انظري للعراق، انظري لليبيا، انظري لأماكن أخرى مختلفة، انظري ماذا يحدث الآن في اليمن لولا وقفة العرب المتحدة، انظري ماذا يحاك للبحرين، ماذا يحاك لأكثر من مكان في وطن العربي. اليوم العرب الشرفاء يجتمعون على أرض كريمة وفي رئاسة عظيمة يقولون كلمتهم العربية الواضحة: نحن أمة لا نهزم، نحن أمة قوة، نحن أمة ثقافة وحضارة، نحن أمة تملك مقومات البقاء والحياة والحياة الكريمة للإنسان العرب. نعم، أشكرك جزيلا. أشكرك دكتور محمد عبد الله زلفى، عضو مجلس الشورى السعودي الأسبق. وللمزيد من المتابعة حول كلمات الزعماء والرؤساء العرب في هذه القمة ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الدكتور فهد الشليمي الخبير الأمني والاستراتيجي من الكويت. مرحبا بك دكتور فهد. وفي كلمته أمام القمة الافتتاحية لجامعة الدول العربية قال فخامة أمير الكويت: بعدما يزيد على 4 سنوات من دخول منطقتنا مرحلة جديدة من الفوضى وعدم الاستقرار والتي أطلق عليها البعض الربيع العربي، عصفت بأمننا وقوضت استقرارنا وأدخلتنا في حسابات معقدة تداول معها البعض واهما رسما جديدا للمنطقة. هل تترجم هذه المقطوعة النظرة الخليجية للثورات الربيع العربي التي قامت في معظم الدول العربية الرئيسية؟ والأخوة في مصر نجاح الباهر مقدما. أنا أعتقد تعافي مصر واسترداد عافيتها هي من جعل هذه النجاحات. أعطي أمثلة: وجود القمة العالمية الاقتصادية اللي حدثت في شرم الشيخ ووجود المشاريع الاستثمارية الكبيرة، هذا دليل على الثقة الدولية. الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري يؤكد مرة أخرى أنه فعلا العمود الفقري للأمة العربية. أنا شاهدت البادي لانج في الرؤساء، أنا شاهدت قبول، هناك ارتياح، كل رئيس دولة يتكلم عن مقاومة الإرهاب أو عن الوحدة العربية، تجدين بعض الرؤساء يهز رأسه نورث أند ساوث وهي علامة الموافقة للأعلى والأسفل. يعني بدأوا يدركون تماما أن الكامل في نفوسهم وأن هناك خطر وتهديد موجود، وبدأت الناس تتحدث عنه بصراحة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أعتقد أن فيه تطوير وتعديل لميثاق الجامعة العربية وآليات الجامعة العربية. نمرة ثلاثة، هناك نفس لتشكيل قوة عسكرية تكون متفقة مع، وهذا أيضا شيء جديد شاهدناه في القمة. الحاجة المهمة جدا أن هناك بدأ يظهر دور للشباب، التنمية المستدامة، التنمية الشبابية، القمة التنموية للشباب، هذه أمور لم تكن موجودة في القمم العربية الأخرى. الأهم أيضا أن هناك صوت الشعب كان واضح. من وجهة نظرك، هل هذه التنمية ستتحول إلى واقع، ستترجم، لن تكون فقط كلمات تلقى في مؤتمرات؟ هذه المرة سيفعل القادة العرب هذه المطالبات التي طالبت بها معظم ثورات الربيع العربي؟ صحيح، أنا متفق معك. علشان أرجع معك على ثورات الربيع العربي، حدثت للمشاكل الاقتصادية لضيق الناس ومشاكلهم، فبدأت هذه، تم استغلال بعضها إلى ما هو أسوأ، سواء بأيدي خفية من الخارج أو أيدي متعاونة من الداخل. نحمد الله ونشكره أن استطعنا أن نعمل دامج كنترول، نأخذ الشيء المفيد من الثورات وننسى أو نتناسى أو نتعالى على الشيء السيء. الآن الأهم، أنا أعطيتك قبل المقدمة، هناك مشاريع بدأت تضخ حجم المليارات اللي تم استثمارها سواء من الدول الأجنبية أو من الدول العربية التي عندها الوفرة المالية. فأعتقد أن هناك نريد مشاريع وحدوية للشباب العربي. الشباب هو من سوف يقود الأمة. نريد مشاريع تهتم بالشاب اللي لسه يعمل نفسه وعنده شغل
نستطيع بهذه الطريقة التي تهتم بالمشاريع الفردية الصغيرة. فأتوقع في رؤية لهذا السبب، وهي تحدث فيها ثلاث متحدث رئيسي. يعني يؤيدك في سيد دكتور يؤيدك في ذلك الرئيس الفلسطيني الذي دعا لمشروع قومي للشباب لإنقاذه من الوقوع في براثن الجماعات الإرهابية، يعني حتى يكون لديه مشروع ويكون لديه أفق. نعم، أنا أعتقد من أسس تطوير الجامعة والشيء اللي ينقص الجامعة العربية هو الفيجن، النظرة المستقبلية للشباب. ماذا نريد في الجامعة العربية؟ ما هي مشاريعها ل 2030 للفئة العمرية من 15 سنة إلى 40، حتى إنهم بعد 10 سنوات حيكونوا 30 سنة للشغل. فهنا هذه المشاريع وهذه النظرة الجديدة فعلا تحتاج إلى مهارات وتحتاج إلى تطوير في الميثاق لكي يسر التعامل. لكن الكل عرف المشكلة الآن، نريد أن نشخصها بشكل جيد وأن نتحرك عليها. الاهتمام بالشباب يجب أن يكون من ضمن الأولويات لدعم اقتصادات الدول الموجودة في الجامعة العربية. نعم، الدكتور فهد الشليمي الخبير الأمني والاستراتيجي كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. وما بين كلمات القادة العرب وأهم ما ورد في رسائلهم إلى العالم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وتعقيبا وتحليلا لها ينضم إلينا هاتفيا دكتور أسامة شعث المحلل السياسي الفلسطيني، ينضم إلينا هاتفيا من القاهرة. أهلا بك دكتور أسامة شعث. وكلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في ظل هذه الأجواء المشحونة عربيا من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، في أي سياق تضعوها في هذا التوقيت؟ يعني اولا مساء الخير لحضرتكم ومساء الوحده العربيه ان شاء الله، والعمل الحثيث على العمل الوحدوي العربي المشترك. نعم، يعني كلمه الرئيس ابو مازن جاءت في نفس السياق العربي بشكل عام، ولكنها كانت تخص القضيه الفلسطينيه بشكل اكبر، والتمدد في الاستيطان والتهويد المنظم من قبل الحكومه التي فازت في الانتخابات مؤخرا، صرح بشكل واضح ما هي المجريات السياسية على الأرض، وأشار إلى ما صرح به رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والذي أعيد انتخابه، بما يعني أن الشعب الإسرائيلي أعاد انتخاب التطرف وأعاد انتخاب الإرهاب الإسرائيلي والصهيوني المنظم. وهو إشارة أيضا وتوجيه مطالبة للدول العربية وأشقاء العرب بضرورة دعم الجهود الفلسطينية والتحرك الفلسطيني لإسناده بشكل فاعل وبشكل حقيقي وبشكل موحد أيضا إلى التحرك الدولي لإنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار واسترداد حقوقه الوطنية المشروعة. وأشار في ذلك الصدد أيضا إلى تحركاته السياسية باتجاه محكمة الجنايات الدولية، التي من المتوقع بعد غد سيتم الاحتفال رسميا من قبل دولة فلسطين في عضويتها في داخل المحكمة الجنايات الدولية. هذا أولا. النقطة الثانية، أشار إلى تأكيداته على دعم الموقف العربي الحقيقي في عدم السماح لأي من الجهات التي تنمي الفتن وتنمي الانقسامات في داخل الدول العربية بالاستمرار والمزيد من التمزق. لذلك ودعا الوحدة العربية وأكد على دعمه الكامل إلى عملية عاصفة الحزم التي بدأت في اليمن. هو ليس ضد الوحدة الوطنية اليمنية، وهو ليس ضد أحد على طرف أحد، هو يؤكد أنه مع الشرعية السياسية المنتخبة ومع الشعب اليمني لحماية مقدرات الدولة اليمنية. يجب وأد الفتنة استنادا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفة المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني هذا قرآن صدر إلينا جميعا وأمر من الله، يجب علينا مقاتلة الذي يبغي. الإخوان الحوثيين للأسف الشديد طغوا على المشروع المصالحة الداخلية في اليمن.
هذا يعكس أيضا مطالبة السيد الرئيس بالعمل الحثيث من قبل الدول العربية نقل هذه التجربة والضغط على كل الأطراف التي تدعو إلى الانقسامات في الدول العربية وتدعو إلى الانقسامات في شعوبها. هناك تجارب عديدة لا نريد أن نذكرها، ولكن القضية الفلسطينية موجودة، لا يمكن أن يكون هناك حل ولا يمكن ربما الخطر الذي يتهددها الذي يتهددها النقطة الأخيرة في هذا السياق، النقطة الأخيرة أنه أشار إلى ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني. النقطة الأخيرة في هذا السياق أن هناك أمل في إنهاء كل هذه المظاهر العنف والإرهاب على مستوى المنطقة العربية من خلال إحياء جهود التنمية المستدامة لدى الشباب، ومن خلال خلق مناهج تعليمية وخلق مناهج ثقافية وإعادة ربط الثقافة العربية فيما بينها، وبالتالي إحياء القومية العربية في ذهن المواطن والشاب العربي ليكون له أمل ومستقبل في وطنه، يكون عاشقا لوطنه بدلا من أن يذهب نتيجة الفقر المدقع ونتيجة عدم وجود تنمية ونتيجة عدم وجود مستقبل له، يذهب إلى التطرف أكثر فأكثر بحجة الدين أولا وبحجة الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 67. نعم، أشكرك جزيلا دكتور أسامة شعت المحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. زلنا مشاهدينا نتابع معكم فعاليات القمة العربية التي افتتحت اليوم في مدينة شرم الشيخ، وفي مساهل الجلسة الافتتاحية لتلك القمة قال أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح إن الوضع في الوطن العربي يزداد سوءا وتدهورا، وذلك في ظل التصعيد في ليبيا والتدهور الأمني في اليمن. هذا وقد أعرب الصباح عن تفاؤله بتولي مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورة الجديدة للقمة، كما أعرب عن ثقته في أن الرئيس السيسي سيضع قدرات مصر وإمكانياتها في خدمة قضايا الأمة العربية. نحن اليوم نلحظ بأن المشهد السياسي في وطننا العربي يزداد سوءا وتعقيدا، سواء كان ذلك بالتصعيد الذي رافق الوضع في ليبيا أو التدهور الأمني الذي يعانيه الأشقاء في اليمن، ولكن عزاؤنا أمام كل ذلك أن من سيتولى قيادة عملنا العربي المشترك في المرحلة المقبلة أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نثق بأنه سيضع إمكانات مصر وقدراتها في خدمة قضايا أمتنا العربية. ومن جانبه قال خادم الحرمين الشريفين عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز إن الحملة العسكرية العربية بقيادة بلاده ضد الحوثيين في اليمن ستستمر حتى تحقق أهدافها وينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار. وأكد الملك سلمان أن الرياض تفتح أبوابها لكافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره والاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. في الوقت الذي لم نكن نتمنى اللجوء لهذا القرار، أن نؤكد أن الرياض تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وما يكفل عودة الدولة لمصر سلطتها على كافة أراضي يمنية وإعادة الأسلحة إلى الدولة وعدم تهجير أمن الدول. كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أمله بأن تطلق عملية عاصفة الحزم التي بادرت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها في التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن تطلق مقاربة جديدة للتعامل العربي الجماعي الفعال. كما أكد العربي تأييده التام لهذه المبادرة باعتبارها إجراء لابد منه من أجل حماية أبناء الشعب اليمني وحكومته الشرعية. يحضر الأمل اليوم بأن تطلق عملية عاصفة الحزم التي بادرت المملكة العربية السعودية وأشقائها في التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن مقاربة جديدة للتعامل العربي الجماعي الفعال مع التهديدات الخطيرة التي تواجه الأمن القومي وسلامة واستقرار الدولة الوطنية العربية من مختلف مكوناتها.
وأود أن أعرب عن التأييد التام لهذه المبادرة باعتبارها إجراء لابد منه من أجل حماية أبناء الشعب اليمني وحكومة شرعية التي جاءت استجابة لطلب فخامة الرئيس. أعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن سعادته لتضامن وتكاتف الدول العربية ودعمها لشرعية واستقرار اليمن. وأكد هادي أن حضوره اجتماعات القمة العربية هو حضور لليمن بشرعيتها الدستورية ومشروعها الوطني الجامع لهذه القمة المهمة، كذلك من أجل إيصال صوت الشعب اليمني لأمته العربية. الأخوة الأعزاء، اسمحوا لي أن أشكركم على تعاطفكم مع شعب اليمن ودعمكم لشرعيته وأمنه واستقراره ووحدته، فقد أتيت إليكم اليوم من اليمن الجريح مشاركا في القمة العربية، ولو تعلمون ما واجهت. مشاهدينا، قدمنا لكم فترة إخبارية تابعنا من خلالها الجلسة الافتتاحية للقمة العربية 26 التي افتتحت اليوم في مدينة شرم الشيخ. كونوا دائما مع قناة النيل الأخبار. إلى اللقاء.